نبدأ بقى ايه، بدل ما بنرندر وكلام من ده، لا احنا عايزين نرن جملة الانسرت، الانسرت كويري دي. خلي الفاريبل اسمه انسرت كويري. عايز ارن الانسرت كويري ده على الداتابيس بالفعل. هو جاي اعمل ايه هنا؟ هو قايل له دي بي. طب هو هيشوف الدي بي ده منين؟ اقول له ما احنا كنا معرفين لو تفتكروا في الاب اللي هو اول حاجه قامت، كنا قايلين ان الدي بي ده شغاله على الجلوبال، صح؟ شغاله جلوبال، اي حد بينادي على كلمه دي بي يبقى هي محطوط فيها الدي بي ديت اللي هي عملت انيشيت وعامله كونكت. فهقول له يا دي بي انا عايز ارن كويري، خلاص افتح خوص، قال لي ابعت لي بس الكويري اللي انت عايز ايه اللي انت عايز ترن. قلت له الكويري بتاعي هو ده الانسيرت كويري، سميناه انسيرت، الانسيرت كويري هو ده اللي انا عايز ارنه. ممكن اخد كوما لان في كذا طريقه لل، في بقى ايه الكول باك فانكشن بتاعتي، الكويري كول باك، النتيجه اللي هتيجي. طبعا النتيجه ما تهمنيش قوي غير بس لو كان في ايرور، ممكن لو نجحت ابقى عارف رقم بس اللاين او رقم البرودكت اللي نزل. فعلى العموم هقول له مفيش مشكله، احنا هنعملها ارو فانكشن على طول كده. انا عندي يا اما ايرور يا اما ريزلت جايه لي وكده. طيب اللي انت ناوي تعمله، كل اللي انا عايز اعرفه ان انا اف ان في ايرور هتريتيرن ليا الريسبونس ستيتس، هتبعتني على الستاتس 500 خلاص، واسند مين؟ اسند الايه الايرور اللي حصل، اسند الايرور اللي حصل. ده في حاله مين؟ ده في حاله ان في ايرور. وطبعا 500 ده اللي هو الانترنال سيرفر ايرور، يعني ضربت من عندنا من عند السيرفر يعني. طيب عدى السطر ده ما فيش ايرور والدنيا كويسه، والكويري قام. في الحاله دي هتعمل ايه؟ قلت له في الحاله دي دلوقتي مؤقتا هنرندر بس ونقول له ان هو اتضب بنجاح ومش عارف ايه وكلمتين من دول يعني، بس مؤقتا. هنا هبعت له مسج فاريبل اسمه، كنا عاملين فاريبل اسمه مسج يعني هيلس، الفاريبل اسمه مسج، يبقى شايل برودكت added successfully وخلاص مؤقتا. وبعد كده هيعرض لي الايه، هيعرض لي المسج ديت في حاله ان هي اتضافت بجد يعني. طيب نرجع نرن ونشوف الداتا اهي، انا مش فاكر ايفون بقى عشان الايفون ده كان نزل بقى راح في الداتابيس فعلا. هوبو مثلا عندي منه 7 حتت ب 7000 جنيه مثلا، اي حاجه. واوبو 2 اوبو 2 مش فارق معانا. واقول له سيب ايه؟ سيب برودكت. قال لي برودكت اد سكسسفلي. قلت له ما صدقكش، انا اروح الداتابيز واشوف بعينيا. رحنا الداتابيز بتاعتنا اهي، فين هنا ايفون بس. محتاجين نعمل ريفرش، دوس كده نفنش. الله ادي ايه المنتج رقم 13 اوبو، وسبع حتت ب 7000 جنيه، والصوره اسمها اوبو 2 جي بي جي، والكلام ده كله كلام سليم. بكده نكون ايه ضفنا البرودكت بشكل سليم. ايه اللي بقى المفروض يحصل دلوقتي؟ المفروض يحصل هنا ان احنا نعمل ابلود البرودكت ايمج. عايزين نعمل ابلود البرودكت ايمج هنا. خلاص الاضافه اشتغلت سليمه وكل حاجه، عايزين نبدا نشتغل بقى على هل نقدر بعد ما اضافت سليم، بعد ما اضاف سليم انا عاوز ابعت اسمه ايه، ارفع الصوره. بس انا محتاج البرودكت، ممكن على فكره بس انا محتاج بعد اذنكم اعمل كده عشان اشوف بس حاجه. انا ممكن اجيب من الريزلت اللي جت دي الانسيرت اي دي، ده فاريبل بيرجع كده اي كابيتال، الانسيرت اي دي هيجيب لي رقم البرودكت، يعني برودكت رقم كذا اد سكسسفلي. عشان الانسيرت اي دي ده هيهمني في شغل فيما بعد وانا برفع الصوره، المفروض ان هو هكتب الكود بتاع رفع الصوره. بس هعيد تاني عشان اجرب بالشكل اللي هو بتاع الانسيرت اي دي ده.
فلو رجعنا هنا للسايت بتاعنا واخترنا سوني مثلا، واي صورة، ويسيب برودكت، البرودكت undefined added successfully، معناها ان ايه؟ ان result in cert الناقصة. تعال نرجع تاني نعمل back. طبعا هيبقى سوني، سوني ده اصلا اتضاف بس هو كان الرقم كان ضايع، لكن سوني اتضاف وهيتضاف تاني، يعني نخليه فون اكس مثلا. سيب، قال لي البرودكت رقم 15 added successfully، يبقى كان اللي هو اكس ده. لو دخلنا ندوس على برايس عشان نعمل ريفريش، ادي 15 اللي هو سوني، سوني فون اكس كان فعلا رقم 15. نيجي بقى لايه، لفكره الابلود. ازاي بقى نعمل هنا ابلود الصوره؟ وفكرتها هيقول لك الكود بتاعها.